بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء. هنكمل حكايات شهر رمضان زمان، وهنتكلم النهاردة عن شهر رمضان المبارك سنة 1988. ابتدى شهر رمضان المبارك سنة 1988 يوم الأحد 17 أبريل. في شهر رمضان المبارك سنة 1988 كان سعر الذهب في مصر كالآتي: كان سعر جرام عيار 24 32 جنيه و11 قرش، عيار 21 28 جنيه و70 قرش، عيار 18 كان سعره 24 جنيه و60 قرش، كان سعر الجنيه الذهب 229 جنيه و60 قرش. إعلانات رمضان أو إعلانات سنة 1988 كان إعلان نسكافيه، قهوة نسكافيه سريعة التحضير كانت جديدة وقتها سنة 1988. كمان كان في إعلان عن حفل غنائي كبير يوم الاثنين 7 نوفمبر سنة 1988 هيحييه نجوم الغناء لسنة 1988: مصطفى قمر، حميد الشاعري، وعلي حميدة. يا ترى أسعار التذاكر كانت كام ساعتها سنة 1988؟ أسعار التذاكر في الوقت ده لحفل مصطفى قمر وحميد الشاعري وعلي حميدة كان 5 جنيه و7 جنيه و10 جنيه. في العام 1988 تحرك سعر رغيف الخبز المدعم في مصر من سعر قرشين لسعر 5 قروش، واستمر سعره 5 قروش لحد دلوقتي. في شهر رمضان المبارك سنة 1988 قدم الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي فوازير جد وعبده رحمة كتابته للأطفال. فوازير للأطفال قدمها الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي في شكل درامي من خلال ذهابه للمكتبة وللتركيز على القراءة والثقافة والاطلاع. فوازير جد وعبده رحمة كتابته من تأليف مصطفى الشندويلي، بطولة الفنان عبد المنعم مدبولي وعزة بلبع ومحمد فريد ومحمد الصاوي، والطفل وقتها محمد نجاتي، والطفل وقتها وائل سامي، والطفلة وقتها منال عبد اللطيف، والطفل وقتها فادي خفاجة. فوزير جد عبده رحمة كتابته من إخراج محمد رجائي. قدم التلفزيون المصري في سنة 1988 في شهر رمضان المبارك فوزير المناسبات. كان السؤال بشكل يومي عن مناسبة اجتماعية معينة يتم تجسيدها وتمثيلها من خلال نص كوميدي، وفي النهاية جزء استعراضي عن المناسبة. قدم فوزير المناسبات في رمضان 1988 الفنان يحيى الفخراني وهالة فؤاد وصابرين ورجاء الجداوي ومحمد رضا وحسين الشربيني ولطفي لبيب. كانت من تأليف يوسف عوف، كلمات الأغاني عبد السلام أمين، موسيقى التتر حلمي بكر، ألحان الفوازير كان مختار السيد وعبد العظيم عويضة، إخراج فهمي عبد الحميد. قدم التلفزيون المصري في شهر رمضان المبارك سنة 1988 عدد من أهم مسلسلاته في التاريخ. قدم التلفزيون المصري مسلسل رأفت الهجان الجزء الأول، وده من أهم مسلسلات ملفات المخابرات العامة المصرية، ملحمة وطنية مصرية مستوحاة من قصة البطل المصري رفعت علي سليمان الجمال أو رفعت الجمال أو اللي احنا عرفناه باسم رأفت الهجان. تم عرض مسلسل رأفت الهجان الجزء الأول للمرة الأولى في شهر رمضان المبارك سنة 1988، كان من تأليف صالح مرسي، بطولة محمود عبد العزيز ويسرى ومحمد وفيق ويوسف شعبان وتيسير فهمي ومصطفى متولي، عفاف شعيب، نبيل بدر، نبيل الدسوقي، عادل أمين، أحمد ماهر. موسيقى عمار الشريعي، إخراج يحيى العالمي. قدم التلفزيون المصري في شهر رمضان المبارك سنة 1988 مسلسل اللقاء الثاني. مسلسل اللقاء الثاني من حلقات منفصلة كان بيدور عن علاقة الرجل بالمرأة، ويفترقوا ويرجعوا يتقابلوا من جديد، يتذكر كل منهم الآخر وإيه اللي حصل له ووقع له من أحداث. مسلسل اللقاء الثاني من أجمل المسلسلات، الموسيقى والأغاني فيه لا يمكن تنسى، موسيقى طبعا للموسيقار المبدع عمر خيرت. مسلسل اللقاء الثاني من تأليف نهى حقي، سيناريو وحوار عاطف بشاي، بطولة محمود ياسين، بوسي، المنتصر بالله، صابرين، هالة صدقي، ناهد جبر، محمود مسعود. مسلسل اللقاء الثاني الأغاني لعلي الحجار، وطبعا الألحان والموسيقى زي ما قلنا عمر خيرت، ومن إخراج عليا ياسين.
كمان قدم التلفزيون المصري في شهر رمضان المبارك سنة 1988 مسلسل صابر يا عم صابر للفنان الكبير فريد شوقي، كان من تأليف حسين عمارة ومحمد خليل الزهار، بطولة الفنان الكبير فريد شوقي وكريمة مختار، رشوان توفيق، تحية كاريوكا، يوسف العسال، هالة فاخر، محمود الألعاوي، ووائل نور، كان من إخراج حسين عمارة. كمان قدم التلفزيون المصري في شهر رمضان المبارك سنة 1988 مسلسل الراية البيضة. مسلسل الراية البيضة مسلسل عن قصة حقيقية وقعت بالإسكندرية بين فضل معداوي والسفير السابق مفيد أبو الغار. الراية البيضة من تأليف أسامة أنور عكاشة، وبطولة سناء جميل وجميل راتب، سمية الألفي، هشام سليم، نبيل الدسوقي، وهادي الجيار، عبد الغني ناصر، وسيد عبد الكريم، من إخراج محمد فاضل. قدم كمان التلفزيون المصري سنة 1988 في شهر رمضان مسلسل لا إله إلا الله الجزء الرابع. في الجزء الرابع من مسلسل لا إله إلا الله تناول قصة سيدنا موسى عليه السلام والصراع مع فرعون ومع بني إسرائيل. مسلسل لا إله إلا الله كان من تأليف أمين الصاوي، بطولة ليلى فوزي، هدى سلطان، تيسير فهمي، محمد الدفراوي، عبد الغفار عودة، رشوان توفيق، فؤاد أحمد، عبد السلام محمد، تهاني راشد، أحمد ماهر، إخراج أحمد طنطاوي. في شهر رمضان المبارك سنة 1988 كان في مسلسل كوميدي كان بعنوان تزوج وابتسم للحياة، كان من تأليف فيصل ندى، بطولة سمير غانم، سعاد نصر، رغدة، أحمد بدير، سلوى عثمان، رجاء الجداوي، طارق الدسوقي، ومن إخراج حمدي الإبراشي. في العام سنة 1988 قدمت السينما المصرية عدد من أشهر أفلامها زي زوجة رجل مهم لأحمد زكي وميرفت أمين، كان تأليف رؤوف توفيق وإخراج محمد خان. كمان كان في فيلم بعنوان كل هذا الحب كان بطولة نور الشريف وليلى علوي ويحيى شاهين ومحمد الدفراوي، كان من تأليف وحيد حامد وموسيقى عمار الشريعي ومن إخراج حسين كمال. كمان في سنة 1988 كان في فيلم بعنوان أحلام هند وكاميليا، بطولة أحمد زكي ونجلاء فتحي وعايدة رياض، كان من تأليف وإخراج محمد خان. كمان كان في فيلم غرام الأفاعي، كان قصة نبيل راغب، سيناريو وحوار محمد خليل الزهار، كان بطولة ليلى علوي، هشام عبد الحميد، صلاح قابيل وصابرين، وكان من إخراج حسام الدين مصطفى. في سنة 1988 كان بطل الدوري في مصر وقتها كان نادي الزمالك، وكان فاز بالدوري موسم سنة 1987-1988، وكان هداف الدوري وقتها الكابتن جمال عبد الحميد برصيد 10 أهداف. كده بتنتهي حلقتنا عن ذكرياتنا عن شهر رمضان المبارك سنة 1988. لو الفيديو عجبكم أتمنى أنكم تدعموه باللايك والشير. إلى اللقاء في الحلقات القادمة، دمتم بكل الخير أصدقائي الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.